هاي جزاك خير، وانت ما شاء الله وش اسوي؟ ايوه يحيى بايك يا حبيبي، ابى انزل مقطع يلا عشانك مصور مصورك يا حبيبي، والله نتشرف بك انت وكل اللي شاهدوه. يلا هذا يرفع سلام، حلو حلو حلو، واه بطل ما شاء الله، هذا الثاني ما شاء الله حلو ما شاء الله، ما مصدق بشوفتك والله يا بعد قبل والله لا بطل بطل ما شاء الله. يلا عط واحد، اضغط فرامل قدام ودس سلام وحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حيهم، أسعد الله مساكم كل خير. اليوم ماسك نطلع على الحلو ما شاء الله، عاد يلا خلنا نطلع وجهي. يلا تابعوا الفلوق، راح يكون إن شاء الله تمشي بعد على اللي تشوفون إن شاء الله بالمقطع كامل إن شاء الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة بالله. يلا حيهم، رجعنا لكم بفلوق جديد على ما شاء الله بالله، لكن اليوم غير، تمشي ومراقع ان شاء الله، واي شيء زين راح نسعدكم به. طبعا المكان ذا بالغضاء بعنيزه زي ما تشوفون ما شاء الله، تمشى بالارض ما شاء الله مربعه، كيف عزب البانشي شوف ما شاء الله، ما شاء الله. طبعا وش الجديد ببلاك؟ شلنا الدعسة الرياضية ركبنا بلد ما شاء الله، شلنا الدركسون الرياضي رجعنا البلد ما شاء الله، شلنا المفتاح عشان خلاص اخذ راحتي، احط رجلي على الدركسون ولا اي شيء ما علي خوف عشان ما يطفى الدبان، كذا الواحد يرتاح بالطالع. قبل الدعسة الرياضية ما ارتحت خلاص، انا من النوع اللي احب الدبان بلد، بس هدرس تي 5 ويسد ويغنيك عن كل شيء. ما شاء الله ايوه، واحد من هنا جاي مقرع مطشر صدامه، شوفوا ما شاء الله الربيع هنا غلط، واحد انكاشت وجاد عن زبايل وهذا غلط، تكرمون والله. طبعا هناك انقر كله، هذيك مغسلية واللي جنب الجراحية واللي جنب هذول كلهم انقر واجد، يمين بركية واللي حوله. يحيى شلون طريقة الخلط؟ يحيى ولا نبي مزني بالضبط. طريقة علبة بترومين ما غير العلبة الرصاصية، تحطها كاملة إذا صار التانكي فاضي وتعبي 95 فل مضبوط، هذه الطريقة يعني ما تبيش كم لتر ما لتر، لأن الحين البنزين السعر مرة يرتفع مرة ينزل، بس أعطيكم باللتر تقريبا يعني عب 9 لتر أو 10 وعب فل مضبوط، يعني هو كذا، حط لك علبة كاملة عشان اوضح لك بالضبط، حط علبة كاملة بجالون عب تقريبا 10 لتر بنزين وخلاص 95 اهم شيء، ازيد لك اذا بتحافظ على الدباب، 91 يمشي لكن ازيد لك لانك انت الدباب ذا تهجبت استخدامك مو بحق تمشي وزي كذا، لازم يحتاج بنزين زين. يا سلام يا الربيع هنا مضبوط، اعتمدنا المكان. يلا شوفونا المكان ما شاء الله، ربيع
قدامك ما شاء الله هالزين وارتونون انتم والله. طبعا هذه الشنطه حقت التمشي وكل شيء، حطم به ماء بريت، هذه حقت الشاهي برضو اثنين، واحد للغسيل واحد للشرب ولا الشاهي. ايضا لازم كل طالعه لازم الفص معك تروق عليه. هذه الضويه طلعناه، هذا بريك، يلا حيوا والله استحفل جحفله ولاعه اخر قضى الغاز كله فبلشت منه ومنه عيت الى ما بلش شرار، حتى يعني مناديل صغيره ما معي قضن كله حاطن قضن، قلت لي لا، سحبت البنزين من الدباب مضبوط كبيته هنا قربت بالشراره الين ما قبت زي ما تشوفون. يلا نكمل الحين الجلسة. هذا الزين ما شاء الله دايم يسنعنا ما شاء الله. نحط السكر ايوه قديمه زي كذا ممتاز وزنه، بعدين خلت كذا على الرايق يطلع شاهي احلى شيء. ما عاد ما معي ملقاط، الزراديه لازم تصير معك بالدباب، حركه على اللي تبي ما يبي يصير الشاهي صح. شوفوا ما شاء الله الربيع فوز التكية، شوفوا ما شاء الله يا سلام يا اللون. يلا الحين أنا وقتها الروقان، جينا لمكان الموتر نزلنا أغراض تمشي حقت البر اللي قبل شوي، والآن نفخنا الكفرات ويرى اللبس السفتي حق الشارع، راح نتمشى إن شاء الله على الطريق ذا الغضا كله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة بالله. طبعا صليت هنا ومغاسل بكل شيء، انا كان بعنيزه مخيم التقني حطينا الله يجزاهم خير مصلى، وفي هنا مغاسل حقت وضوء وفي براده حقت الشرب ماء. اللي يحب الشارع واللي يحب النفود فحبيت انوع لكم. طبعا اللي لقيتوا خيول حاولوا انكم ما تدسون بالدباب قوه، لانه عطوا الخيل يجفل عشان ما تخربون يا حول جوهم زي كذا وجفلت الخيل. هذا مشبك اللي بعنيزه كله تأجير، اللي بيستاجر ولا زي كذا تحصلونه بالغض بعنيزه كله. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا حيوا. تبع التأجير انت؟ اقول تبع التأجير؟ ايوه
وشو؟ تبع التاجير؟ ماسك التاجير؟ ايوه. كم اسعار التاجير هنا عندكم؟ 60 ريال الساعة. الأدوات الصغيرة ذي الساعة. لأن أصور على اليوتيوب عشان يجونكم هنا. وبس هذول اللي عندكم أنواع الأدوات؟ في كبير إنه سلبان شي في شيء؟ أبد. بس صلاة كلام. هذا مشبك حق عنيزة وتاجير كلهم هنا. هذا لهم ما شاء الله كل المنبسط. اللي مع عياله واللي ماخذ دباب كل شيء. السلام عليكم. على الدزة كلهم. يلا هذا يرفع. سلام. حلو حلو حلو. وحش بطل ما شاء الله. هذا الثاني ما شاء الله. حلو. مساحة في طلعات على نفس مقاس الدبابات يعني الدباب ذا المقاس يعني يرقى النفوذ. ف نشكر اللي قايمة بالدور ذا يعني بالمشبك اللي بعنيزه. حلو وصلت امان يعني تخلي الواحد ما يطلع برا على الشارع. اخبركم الصغار بس يصير يتحمس ثم يطلع ثم يضر نفسه. فالمكان حلو وسيع كل يلعب. عطوا هلا. هاي جزاك خير. وانت ما شاء الله وش اسوي؟ ايوه يحيى بايك. يا حبيبي ابى انزل مقطع يلا عشانك مصورك. يا حبيبي والله نتشرف بك انت وكل اللي شاهدوه. يا بعد قلبي الجيات اهم شيء يلبسوا خوذه ازين لك. ترفع يلا. كله تاجير زي ما تشوفون. هذا بعنيزة الغلا في السلطان فيها برقسمة قماري ودبابات الحايك والأخير اللحم والله ما أشوفه لكن كلهم تاجير. شوفوا كاتبين يمنع خروج الدراجات النارية يعني التاجير من داخل بس يسمح بدخول السيارات العوائل فقط. هذا شروط المكان. من الموتر الى الموتر. الله بعيده اليوم مغطت ما شاء الله وتستاهلون من يصوركم التصوير ذا. لكن ان شاء الله باذن الله برجع بدفع على كاميرا زي كذا بشوف شلون. يا رب اني اطلع التصوير صح. وان طلع يعني نص نص ابنزله شكوى لله يعني. حاولت افعل يعني اطلع بنتيجه حلوه واتمنى ان شاء الله يطلع شيء زين. لكن لا تنسونا من دعم القناة انشروا المحتوى لكل شخص يعز عليكم
عشان نواصل والله متحمس نطلع لكم، نكثر طلعات ما اقطع عنكم، والقطعة تراه يعني والله العظيم تطلع لي اشغال بعض الاحيان، والله ودي اصور لكم بشكل مستمر، لكن خبركم شيء يعني ما عندك وقت زين وتروح تطلع تصور اي شيء ما يصلح، يا يطلع لا نحط لكم شيء يعني يثبت بالقناة ويصير يعني بالمشاهدة زين هذا الصح، لكن اذا صار ممل هذا يصير يعني مو بزين للقناة ولا لكم انتم كمشاهد، ترى راح تطفش. هذا الموتر الحين بحمل الدباب، قبل في فلوق على 2009 اللي قبل صورتكم هو طاف الدباب ثم اعشق الدباب ثم ارفعه، في الحين طريقة ثانية يعني خلاص انت عرفت ترفع وزي كذا زي انت كذا وترفع على طول تركبه، لكن حاط انا قشويلي ذولي خلنا نوخرهم الحين اوريكم شلون. في اشياء كثيره لكن هذه تعتبر اسهل لكم، هذه سهل لكم بس خذ مسافه عشان اذا انت بحبسه عندك نص ونص زي كذا وتحمل زي كذا اوقف وامشي وكذا خل اصبعك على كلتش الين ما توصل توصل كذا كلتش كلتش ثم لف وكذا ثم خلاص لانه ارتفع صار بنزين مشرق على طول قفل الحنفية وفض الدبان بعد على طول شيله خلى دركسون عدال وشيله كذا ما شاء الله كذا وانتهت وقضينا وعشق الدبان عشان ما يتحرك وانتهت ما شاء الله. لا تنسوا من اللايك والاشتراك دعم القناة عشان نواصل ان شاء الله بالمحتوى اللي يعجبكم، واسفين طولنا عليكم.